الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط الذي نفرق به بين أسماء الله سبحانه وبين ما ورد في الإخبار عنه سبحانه؟ أسماء الله ما تسمى الله به، سمى به نفسه، أما الإخبار عنه فهذا أوسع من باب الأسماء، أوسع من باب الأسماء. فأتى الله بنيانهم، جاء وجاء ربك، ما تأخذ منه اسم جائي أو آتي، ما تأخذ منه الفعل، هذا ما يؤخذ منه اسم، لأنه من باب الإخبار، من باب الإخبار. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تأخذ منه اسم لله تقول الله مهرول، لا، هذا من باب الإخبار فقط، لا من باب التسمية. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. نعم.